الوطنية نيوز، الواقع من المواقع. مبادرة طيبة لي على كل حال نشكر القائمين اللي بادروا بها، وعلى رأسهم الجمعية الولائية لترقية المرأة الريفية، وكذا كل الشركاء والمتعاملون اللي راهم يساهموا في إنجاح هذه التظاهرة. لي على كل حال أنا كل حال قد استحسان مني شخصيا، ودونك وكان السيد الولي قدم لي كان كلمني باش نقدم لكم التشكرات تاع المبادره هذه، يعطيكم الصحه، وان شاء الله على كل حال نثمنها ونتمنى لكم النجاح في المشوار تاعكم. نشكروا كذلك المراه الريفيه اللي كي غاديرين اللي خرطت في هذا المسعى. فكمؤسسة مواطنة داعمة لمشاريع التنمية المستدامة تتشرف أريد إذن بمعية الجمعية الولائية أنامل المرأة الريفية لولاية خنشلة إذن بتمويل وبمساهمة في أول مزرعة نموذجية ببلدية خيران، إحدى أهم المناطق الزراعية بالولاية التي تتميز بإقليم رعوي، والذي نهدف من خلال هذه المساهمة إلى تعزيز قدرات المرأة الريفية في تربية المواشي الحلو. رافقت مؤسسة أريد هذا المشروع الواعد من خلال مساهمة في تمويل مراحل تجسيد بناء وتهيئة هذا المشروع، إيمانا منها بنجاعته والفرص الكبيرة التي سيمنحها لسكان هذه المنطقة الزراعية بامتياز، لا سيما من خلال خلق مناصب شغل جديدة للشباب البطال والمرأة الريفية. مزرعة نموذجية أردنا من خلالها تعزيز قدرات المرأة الريفية في تربية المواشي الحلوب، هذا لعدة أهداف. الهدف الأول هو تعزيز قدرات المرأة الريفية وإدماجها في التنمية الريفية والتنمية الاقتصادية. أنا الرئيس معني يعني دعم مليح المشروع، هذا مبروك يحلى، ربي يبارك مشروع، هذا مبروك ربي يبارك. ماذا بينا خدمة أمور ثنا خويا، أن نقل فلاح، نقل جنان، نقل كل شيء ثنيك، الفول، الطماطم، الفلفل، كل شيء ثنيك. نكرد نطل خنتنا خويا تنقل نتعاجزيك لباس علينا. أنا حتى حبيت يا رب لينو فلاس هذا فلاون كل وشي ما نقلينا نراح في حلال، المشروع يحلال، ربي يحجب يحجب فلاون وكن يحفظ. كنت نعاني من البواسر، ما نمشي ما نقعد، بعد ما استعملت إيمو براو اللي يناسب المرأة الحامل صبت راحتي وطمنت على صحة البيبي ديالي، ما كاين نزيف ما كاين ألم. إيمو براو قعن براو. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.